عيون جل مغمرات يا حي مركب الدلايل. فوز عذر. شكرا دكتور الأصايل أبو سلمان على هذا الفوز وهذا الأداء الجميل. 12 دقيقة 49 وثمانية أجزاء من الثانية. تهانينا معتوق بالرغاش بن طبازة العامري من وهمن، قدمت كذلك تنافس وأداء جميل في هذا الشوط. المركز الثالث 12 دقيقة و 52 ثانية بالوفاء والتمام. هذه الصايلة لعلي بن حمد بن مجارح المري، تهانينا لكل الفايزي. مشاهدينا الكرام، متابعينا الافاضل، شكرا لزملائي على التواصل. ثم طابت اوقاتكم جميعا بخير ومحبه وسرور، نحييكم باجمل تحيه في انطلاقه اشواط هذا الصباح وثالث اشواطنا من تمت انطلاقته بعون الله تعالى وتوفيقه. هذا الشوط الخاص بثنايا القعدان المحليات الأصايل بشعارات أبناء القبائل الثمانية كيلومترات، المسافة الماراثونية هنا لمجريات وأحداث ميدان المرموم وتحفة ميادين السباق عبر دبي ريسنج الناقلة لهذا الحدث المميز. نتابع معكم مسيرة هذا الشوط، نتابع الصدارة، نبحر في المراكز الأولى، نتابع هداد لمحمد بن مبارك برويس الاكتبي منطلقا على الصدارة وعلى المركز الأول. غازياتي في المركز الثاني، السهيل بن رغاش بن طبازة ابن الدودة العامري، بينما المركز الثالث ثالث المراكز وصل هنا قاصد لسعيد بن عبد الله بن راشد بن مناخر لقتبي من ياتينا راعي ورود بهذه الانطلاقة على المركز الثالث والمركز الرابع. أمطفي هنا عبد الله بن سالم بن عبد الله المسافري، وعلى المركز الخامس وصل شقا سالم بن عامر بن عمهي المنصوري، هنا يأتينا على المركز الخامس وسادس المراكز. يأتي المغزل هنا فهد بن محمد بن فيد بن بيشان العجمي، وصل أطلس أيضا هنا بالانطلاقة على المركز السابع. كاسب بن سالم بن كاسب المسافري من يقدمه على المركز السابع والمركز الثامن. المركز الثامن يأتي عقاب حمد بن محمد بن سالم بن جهويل من ينطلق مع عقاب على المركز الثامن. والمركز التاسع شاهين محمد بن سلطان بن مطر بن مرهان لقتبي، وعلى المركز العاشر المركز العاشر وشعارك يا بالدليوي مع المختبر راشد بن سعيد بن سهيل بالدليوي لقتبي من يقدمه على المركز العاشر. هذه هي النتيجة للمراكز العشرة الأولى. خلف المراكز العشرة الأولى أيضا أسامي أيضا شعارات تتواجد هنا بهذه الانطلاقة. لنا عودة مشاهدينا ومتابعينا الكرام إلى الصدارة، إلى المقدمة وإلى غازي من غزا صدارة هذا الشوط والمركز الأول. غازي هنا ينطلق لسهيل بن رغاش بن طبازة ابن الدودة العامري من ينطلق على صدارة هذا الشوط، بينما المركز الثاني هداد محمد بن مبارك بن رويس الاكتبي، والمركز الثالث المركز الثالث هناك انطلاقة قاصد لسعيد بن عبد الله بن راشد بن مناخر الاكتبي من يقدم على المركز الثالث، وشقة في المركز الرابع لسالم بن عامر بن عمهي المنصور ياتينا هنا رابعا. وفي المركز الخامس عندك يا كابتن الطيارة هنا ياتينا بهذه الانطلاقة هنا وتحدياته وإثارة مطفي عبد الله بن سالم بن عبد الله المسافري من ينطلق على المركز هنا الخامس وسادس المراكز. المغزل لفهد بن محمد بن فهيد بن بشان العجمي من ينطلق على المركز السادس والمركز السابع. شعار الصعب ياتي هنا مع شاهين في هذه الانطلاقة لمحمد بن سلطان بن مطر بن مرخان لقتبي من يأتينا على المركز السابع، وأطلس في المركز الثامن. أطلس المتواجد على المركز الثامن. كاسب بن سالم بن كاسب المسافري والمركز التاسع. متعود العلي بن حمد بن علي بن مجارح المري يأتينا
ذي الانطلاقة والتحديات هنا والإثارة. المركز العاشر أول نداء مشعل هنا لصالح بن محمد بن نصرة العامري من يقدمه على المركز العاشر. هذه هي الأسماء التي تتدخل هنا لأول نداء وأسامي قادمة وشعارات تتواجد لها وزنها لها ثقلها. لنا عودة مشاهدينا ومتابعينا الكرام إلى الصدارة إلى المقدمة وإلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط هنا وتحدياته ومجرياته هنا. من لمن هذا الشوط سوف يكون؟ تابعنا الشوطين الماضيين بشعار بيدلوي. هذا الشوط لمن سوف يكون؟ الصدارة مع غازي هنا لسهيل بن رغد بن طبازة بن دودة العامري ويأتينا هداد لمحمد بن مبارك برويس القتبي على المركز الثاني. والمركز الثالث قاصد سعيد بن عبد الله بن راشد بن مناخر القتبي الشاعر هنا يأتينا أيضا بن مناخر بهذا الشعار المميز هنا يغيب ويحضر دائما بتحديات وإثارات وتواجد متميز. المركز الرابع شقا يأتي في المركز الرابع سالم بن عامر بن عمهي المنصوري هنا الانطلاقات والتحديات الجميلة مع المنتصف المسافة والأربعة كيلومترات. هناك شاهين محمد بن سلطان بن مرهان الكتبي يقدم شاهين على المركز الخامس ويتسلل إلى المركز الرابع. المغزل القادم هنا المغزل لفهيد بن محمد بن فهيد بن بشان العجمي من يقدمه على المركز السودسي. والمركز السابع أمطفي عبد الله بن سالم بن عبد الله المسافري من يقدمه على المركز السابع. المركز الثامن متعود علي بن حمد بن علي بن مدارح المري من ينطلق مع متعود على المركز الثامن وتاسع. المراكز مشكور لسهيل بن رملي بن محمد العامري وصل راعي المتحد بسلالة مشكور. هذه اللحظات على تاسع المراكز. والمركز العاشر هل متدخل من الأسماء هناك القلبية القادمة بهذه الانطلاقة وبهذا الأداء الجميل؟ أطلس يأتينا على المركز العاشر لكاسب سالم بكاسب المسافري. هذه هي النتيجة لمراكزنا العشرة الأولى مع حزام الغابات. بدينا مشاهدينا ومتابعينا نقترب من 3 كيلومترات والصدارة مع غازي لا زال على رأس حربة هذا الشوط. غازي المنطلق على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول. يسيطر هنا لسهيل بن رغاش بن طبازة بن الدودة العامري من يأتي بالصدارة وبالمقدمة. هداد على المركز الثاني يأتينا هناك بانطلاقة وتحديات محمد بن مبارك برويس لقتبي وقاصد قاصد هنا يتسلل بهذه اللحظات. هنا لسعيد بن عبد الله بن راشد بن مناخر لقتبي من يأتي مع قاصد هنا على المركز الثالث في هذه اللحظات. وشاهين في المركز الرابع محمد بن سلطان بن مرهان لقتبي المغزل على المركز الخامس. المغزل ذو السجل المميز فهيد بن محمد بن فهيد بن بشان العجمي وصل مشكورا من التاسع الى المركز السادس في هذه اللحظات. هنا نقترب من المنعطف الاخير مشكور لسهيل بن رملي بن محمد العامري ياتينا على المركز هنا السادس والمركز السابع. شقا سالم بن عامر بن عمي المنصوري ايضا اداء مميز وله ايضا سجل مميز جميل في الاسبوع الماضي. المركز الثامن ياتينا مطفي هنا بانطلاقه وتحديات عبد الله بن سالم بن عبد الله المسافري من يقدمه هذه اللحظات. ثامنا المركز التاسع متعود علي بن حمد بن مجارح المري من ينطلق بهذه اللحظات على المركز هنا
التاسع هنا بهذه الانطلاقة. نقترب مشاهدينا ومتابعينا الكرام هنا بهذه اللحظات من نوحة 2 كيلومترات ومدرج الهبوط إلى المنصة الرئيسية. أطلس يأتي عاشرا لكاسب بسالم بكاسب المسافري. هذه هي النتيجة لمراكزنا العشرة الأولى المنقدومة من خلف المراكز العشرة، ولكن لنا عودة إلى الصدارة، إلى المقدمة وإلى المركز الأول. هنا هداد من غير إلى الصدارة لمحمد بن مبارك برويس الاكتبي، طلق إلى صدارة هذا الشوط وإلى المركز الأول. يأتي قاصد لسعيد بن عبد الله بن راشد بن مناقر الاكتبي على المركز الثاني، وعاد غازي لسهيل بن رغاش بن طبازة بن الدودة العامري، والمغزل هنا القادم لفهد لفهيد بن محمد بن فهيد بن بيشان العجمي. من يأتينا بهذه الانطلاقة؟ وشقة شقة أيضا يتواجد بهذه الانطلاقات والتحديات. شقة هنا لسالم بن عامر بن عمهي المنصوري وشاهين مع صعب المضمرين القودم بهذه الانطلاقة. الله الله الله، بدأ يتسلل إلى الصدارة، بدأ يتسلل إلى المقدمة وإلى المركز الأول. وصل أطلس الله 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 من العاشر إلى المركز الثاني. أطلس أطلس أيضا سجل مميز وله أيضا إنجاز في الأسبوع الماضي. هو يعود هنا يتسلل إلى الصدارة، إلى المقدمة، إلى المركز الأول، إلى صدارة هذا الشوط. هو أطلس هنا على الصدارة، على المقدمة. الكيل الأخير كاسب بن سالم بكاسب بن مسافري. المركز الثاني شاهين، صعب المضمرين محمد بن سلطان بن برهان الاكتبي، والقادم هناك المغزل فهيد بن محمد بن فهيد بن بشار العجمي. وياتينا مشكورة هنا للسهيل بن رملي بن محمد العامري. شقة أيضا القادم، شقة قادم لسالم بن عامر بن عمي المنصوري. من ياتينا على المركز هنا الخامس؟ الله الله، التحديات قوية والإثارة أقوى، ولكن أطلس على الصدارة، أطلس على المقدمة، على المركز الأول وصدارة هذا الشوط. أطلس أطلس يكاسب بسالم بكاتب المسافري. من يسيطر على زمام الأمور؟ يسيطر على الصدارة المغزل في المركز الثاني فهيد بن محمد بن فهيد بن بيشان العجمي، ولكن مشكور ثالثا لسهيل بن رملي بن محمد العامري. ولكن أطلس أطلس على الصدارة، أطلس على المقدمة، على المركز الأول، يسيطر على زمام الأمور وعلى الصدارة. يبغي السلام لأهالي جلفار، لأهالي رأس الخيمة. هذا الانطلاق هو التحدي الجميل 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 بهذه الانطلاقة. هو هنا بدون أوامر حتى هذه اللحظات. مشكور مشكور يا عبد الله يا بن هادم يا الزرعي، من قدم أيضا بهذا الأداء الجميل. تهانينا لكاسب بسالم بجاسم المسافري على فوز أطلس بالمركز الأول بدون أي أوامر. المركز الثاني المغزل فهد بن محمد فهد بن بشان. المركز الثالث وصل شاهين هنا لمحمد بن سلطان بن مرخان. ويأتينا مشكور السيل بن رملي بن محمد العامري. وهناك يأتينا متعود العلي بن حمد بن مجارح المري من وصل على المركز الخامس. هذه هي النتيجة للمراكز الخمسة الأولى. لنا عودة مشاهدينا ومتابعينا الكرام إلى الصدارة وإلى أطلس المميز هنا بإنجازات 12 دقيقة 54 ثانية جزء واحد من الثانية. سلام جلفار، سلام على هذا الأداء المميز. تهانينا على هذا الفوز هنا لكاسب بن سالم بن كاسب المسافري. 12 دقيقة 54 ثانية، أربعة من الأجزاء من الثانية التوقيت الزمني الذي سجله هناك المغزل فهيد بن محمد بن فهيد بن بشان العجمي. المركز الثالث وصل شاهين هنا لمحمد بن سلطان بن مرخان الكتبي ب 12 دقيقة 58 ثانية جزء واحد من الثانية. تهانينا والناموسي على هذا الفوز المميز. نتواصل معكم مشاهدينا الكرام بتحدياتنا، نتواصل بالإثارة هنا وانطلاقات صوتنا الرابع. ثم انطلاق هو توفيق هو
طاقتي وتحديات الثنايا القعدان المهجنات الأصايل بشعارات أبناء القبائل مع المهجنات ما شاء الله أعداد متميزة نتابع ونسير ونبحر في المراكز الأولى.